العالمية. فرزها علينا. الحرب الروسية الأوكرانية كشفت وأسقطت آخر ورقة توت كانت تتستر بها أوروبا، وأكدت أن وجه نسبة لا بأس بها من الأوروبيين ينضح بالعنصرية والاستعلاء على بني البشر، فهؤلاء لا ينظرون إلى باقي الأمم التي لا تحمل بشرة بيضاء وعيونا زرقاء وشعرا أشقر إلا نظرة استعلاء وازدراء. بنموت من ساعة حرفيا، بنموت من قلة الأكل، بنموت من كل حاجة، بننام على الأسفلت، ما فيش أكل هنا متوفر، ما فيش مكان تنام فيه، لا هوتيل ولا هوستل ولا أي حاجة موجودة، وادي الحدود ما فيش بيننا 10 متر بالظبط، ومش حدش راضي يدخلنا. ولعل العالم يذكر صور اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وهم يمنعون من دخول بولندا والمجر عبر بيلاروسيا، وتقام من أجلهم الأسلاك الشائكة ويضربون ويهانون على الحدود. الجيش من طرفين محاصرنا وما قاعد يخلينا نعبر. اليوم اللاجئون العرب والأفارقة والمسلمون بشكل عام يمنعون مرة ثانية من العبور إلى دول أوروبا ويتركون للجوع والبرد والموت بعكس حال اللاجئين الأوكرانيين. هاي الحدود البولندية بيدخلوا الأوكران فقط ويخلوا الأجانب كلهم ما يدخلوا أي أجنبي، وهذول الأجانب كلهم صاروا 3 أيام نايمين هنا عند الحدود بدون أكل بدون شرب بدون أي شيء، ورمين في الشوارع، وهم يدخلوا فقط الأوكران. شوفوا كيف يعملون معنا، كيف يتعاملون معنا. أوروبا المتحضرة اليوم التي طالما تغنت بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين جميع البشر في الحقوق لم تعد أرضا لذلك. فهذا هو زعيم حزب فوكس الإسباني سانتياغو أباسكال، يجسد مثالا من أمثلة بالعشرات ظهرت مؤخرا داعمة للعنصرية، متحدثا عن المهاجرين الواصلين إلى مليلة بأنهم من أصل مسلم ولا يجب الترحيب بهم. الفرق كبير بين هذه الجموع وبين غزوات الشباب في سن التجنيد من أصول إسلامية الذين اجتاحوا معظم حدود أوروبا لمحاولة زعزعة استقرارها. وبالرغم من إقرار منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة والعشرات من وكالات الأنباء وشاشات التلفزة بما واجهه الأجانب في أوكرانيا من عنصرية ولا يزالون خلال رحلة هروبهم من الحرب، إلا أن الانتهاكات مستمرة ولا أحد يعرف ما الذي ستحمله معها الأيام القادمة للاجئين العرب والمسلمين وغيرهم.